رز تندوري بالجمبري، رز وجمبري، ثوم وفلفل حار وبصل، عصير ليمون وزبادي، زيت زيتون، ثوم بودر، ريحان، قرفه، قرنفل، جوز الطيب، كزبره ناشفه، حبهان، كمون، كاري، ملح وفلفل ومرق كده، بصل. ركز بقى معايا يا عم عوض والنبي في دي. برعي؟ طب ماشي يا عم برعي، حاضر. غير اسمه على طول. بص بقى هنا ده جمبري، هندي بس البهارات كده الاول اهو. قولوا لي اعمل ايه وياك بس. اهو اهو كاري، شويه قرفه كده، مكعب مرق، شويه فلفل حراق، شويه ملح، شويه فلفل، سنه تندوري، وادي الجمبري. دي اليوجرت بتاعتي اهي اهو. خد بالك بقى هعمل ايه. الهوت ووتر هاخد غلوه وبعدين هنتفكر مع بعض. اجيب بقى اللي في الفرن او الطاجن ده الجمبري بتاعي. وادي الرز بتاعي اهو. حبيبي يا رسول الله، شوية ووتر وادي الرز بتاعي بدأ يتشرب اهو. بحط الجمبري فوق الوش كده، ما بقلبوش، عايز له 10 دقايق.